طيب ننتقل الآن للأسسمنت كويستشن، يا ريت تفتحوا معي السؤال الثاني موجود عندكم بالأكتيفيتي بوك بكتابكم التمارين page 43 بالصفحة 43. Choose the correct phrasal verbs to complete these sentences، يعني اختر الفعل المركب الصحيح حتى تكمل هذه الجمل، يعني هون في عندنا اختيار متعدد. طيب you shouldn't try to، ظاهر عندكم الجواب للجملة الأولى مع أني أنا يعني بالغلط مع أني رجعته. طيب you shouldn't try to do away with or do without sleep. You need at least 8 hours at night. يعني أنت يجب ماذا؟ يجب أن لا يجب أن لا يعني تستغني أو تقلل من النوم كثيرا. You need، أنت تحتاج at least يعني أقل شيء 8 ساعات في كل ليلة. لذلك نحن رح نختار شو؟ do without وليس ال do away with. تمام؟ طيب الجملة الثانية he said everything was okay but that was just a story he made out or made up to stop me from worrying. بهاي الجملة شو رح نختار؟ مين رح يساعدنا؟ يلا يا رمضان. نعم. Made up. Made up. هو قال he said، هذا هاي said كتير مهمة، رح تمرق معنا لأنه كمان بدرس القواعد، هي الماضي من say. He said everything، كل شيء was okay، كان على ما يرام. But that was، ولكن هذا was just a story، لقد كان فقط عبارة عن قصة story. He made out or made up، يعني هو هي فقط كانت عبارة عن قصة اخترعها to stop me from worrying، حتى يعني يوقفني عن ماذا؟ عن القلق. تمام؟ دائما لما بنشوف كلمة story بعرف انه made up، لانه شو؟ يعني طبعا ممكن تكون make up، ممكن تكون made up، انه معناها انه اختراع قصة، اختراع حجة. طيب الجملة C you had better do out or do up your boots، حطونا دوين على كلمة boots، tightly to stop the sand getting in. يعني من الأفضل أن تلبس شو؟ your boots. مين بده يساعدني بهذا الحل؟ تفضل يا عبد الرحمن عبد الخالق. سي الخيار الثاني do up، يربط. Do up، أحسنت. إذا من الأفضل أن تربط حذائك بإحكام، أو ممكن أقول يعني أن تلبس حذائك بإحكام. لماذا؟ Tightly to stop the sand getting in، يعني لمنع الرمال من الدخول إليه. لماذا؟ للبوتس اللي هو الحذاء. طيب في نهاية الدرس خلونا نراجع مع بعض الفعلين make و do. شو هي الكلمات اللي بتجي مع الفعل make، وشو هي الكلمات اللي بتجي مع الفعل do؟ عندنا مثلا ممكن نقول make suggestion، make mistake. قلنا طبعا انه المستيك ممكن تجي مع الدو، ممكن تجي مع الميك، ما في مشكلة. اذا make suggestion، make mistake، make effort، make decision، make promise and make arrangement. تمام؟ احكي لكم شو معناها الترجمة. make arrangement نبدأ من هون، يعني أن يقوم بعمل ترتيب، suggestion اقتراح، mistake خطأ، effort جهد، decision قرار، و promise شو؟ وعد. طيب ننتقل الآن للفعل do. do شو بيجي معها؟ do ممكن نقول do research، ممكن نقول do experiments، do effort أيضا ممكن تجي مع do. طيب عندنا do shopping، do homework، وأيضا do damage and do job. ما تستغربوا من إنه في بعض الكلمات بيقبلوا الحلين، ما يلبككم هذا الشيء، لأنه في الامتحان ما بيجيبوا لكم يعني شيء محير. تمام؟ إذا do research معناها البحث، experiments اللي هي التجارب، effort الجهد، shopping
التسوق، القيام بالتسوق، homework اللي هو الواجب، وdamage اللي هو الضرر أو الأذى، والjob وماذا الوظيفة. طبعا كلمة job وhomework ربطوها مع بعض، لأنه job يعني هي الوظيفة، مو الوظيفة اللي انتوا بتاخدوها ولا تحلوها على ورقة. الجوب اللي هو أيوة العمل، صح، الوظيفة يعني أن تكون موظف، يعني هو العمل. أما الهومورك هو الوظيفة اللي أنت بتاخدها بعد الدرس، هذا الهومورك أنت بتحل الهومورك، صح، المتعلق في الدرس. طيب بالنسبة للهومورك، شايفين الهومورك، you will do a homework today, write two sentences by using make up and do up. يعني اكتب جملتين باستخدام الميك اب وايضا باستخدام الدو اب. جمله تستخدم انت فيها الفعل المركب ميك اب، وجمله ايضا تستخدم فيها الفعل دو اب. تمام، طبعا ما في مشكله اذا كانوا يعني مشتقات من الكتاب، وهم انكم انتم تحاولوا تحلوا هاي الوظيفه. لهون بنكون وصلنا الى نهايه هذا الدرس. شكرا لكل من حضر وحاول المشاركة. ألقاكم إن شاء الله في الدرس القادم، والسلام عليكم.